مرحبا، رمضان كريم. أكيد شهر رمضان الكريم هو شهر الطاعات، وبنفس الوقت هو شهر الأكلات الطيبة والعادات الحلوة واللمات الحنونة. وما بتحلى سفرة رمضان إلا بالكبة المقلية واللبنية والبابا غنوج والفتة والتبولة. إيه لكان؟ لأنه نحن شعب معروف بأكلاته الطيبة ولقمته الهنية، والدليل على هالشي أمثالنا الشعبية يلي بين كل كلمة وكلمة فيها منلاقي أكلة ونكهة. مثلا العز للرز والبرغل شنق حاله، أعطي الخباز خبزه ولو أكل نصه، لاقيني ولا تطعميني. وشو بدي أتذكر منك يا سفرجل، كل عضة بغصة. لا تقول عنب ليصير بالسلة. بدك تاكل عنب ولا بدك تقتل الناطور؟ طنجرة ولقيت غطاها، بتاكلني لحم وبترميني عظم. يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك إلا ريحتها، أو مو نفعان لا للخل ولا للخردل. وطبخة الشطاطة مفركة بطاطا، خبز الغربة مالح ولو بالعسل عجنينه، وخبز الوطن طيب ولو بالمرخب زينه، وغيرهم في كتير أمثال. واليوم رح أحكي لكم قصة مثلين. قال بيقولوا صحيح لا تقسم، مقسم لا تاكل وكل لا تشبع. وهالمثل طلع على حماية وكنة. كانت الحماية مستبدة ومتحكمة بالكنة، وبنفس الوقت كانت الكنة كتير عاقلة وذكية ومحتالة. الحماية كانت تحسب على كنتها الكلمة والطلعة والفوتة وحتى اللقمة. وبيوم من الأيام كانت الحماية طالعة من البيت، وخافت لتقوم كنتها تاكل من خبز البيت بغيابها. وطبعا بهيك حالة ما بتقدر تقلها لا تمدي إيدك على الخبزات ولا تاكلي منهم. قامت طلعت براسها هالجملة، إنه صحيح لا تقسمي ومقسوم لا تاكلي وكلي لا تشبعي، يعني أرغفت الخبز الكاملة لا تقسميها ولا تاكلي من الخبز المقسوم، وغير هيك قد ما بدك تاكلي كلي. يعني كانت عم بتعاجزة معاجزة. بس الكنة ما كانت أقل من الحماية، وإجت قصة رغيف الخبز من دايره من جوا وأكلته، وتركت قرص الخبز من برا بعد ما فرغته. وهيك ضل القرص صحيح، ما قسمته ولا أكلت من الخبز المقسوم، وبالفعل أكلت من الخبز لشبعت. ودرج المثل على اللي بده يعاجز التاني معاجزة. أما مثلنا التاني اللي رح أحكي لكم اليوم قصته، فبيقول القصة مو قصة رمانة، القصة قصة قلوب مليانة. وكمان هالمثل بيرتبط بالحماية والكنة وعلاقتهم ببعض. كانت هالحماية تعمل كل شي بتقدر عليه لتخلي حياة كنتها جحيم، والكنة تعمل كل شي بتقدر عليه لتغيظ حماتها وتكيدها. وحبلت هالكنة وبلشت تتوحم وتتدلل، وزوجها ما يقصر والحماية تنغاز. وبيوم من الأيام اشتهت الكنة الرمان يلي ما كان وقته، وقالت لزوجها إنها مشتهية على رمان، وراح يلف الأسواق ليلاقي لو رمانة وحدة يجيبها لمرته لتقضي فيها وحامة، لحتى لقى رمانة اشتراها وجابها. وقت شافت الكنة الرمانة بإيد زوجها صارت تتدلل وتتغزل وتطلع تطليعات غيظ وكيد بحماتها، والحماية عم تغلي غلي من جوا. قامت الكنة لتجيب من المطبخ صحن وسكين لتقسم الرمانة. قامت رجعت لقت حماتها قاسمتها وآكلتها. قامت انقهرت وتضايقت، ومن قهرها هجمت على حماتها وصارت تضربها وتشد بشعرها، والحماية كمان ما قصرت. وهالرجال عم بيفك بيناتهم لحتى سمعت الجيران صواتهم والتموا عليهم وحاولوا يفكوهم. قاموا صاروا الجيران يقولوا كل هاد مشان رمانة. قامت جاوبتهم الكنة القصة مو قصة رمانة، القصة قصة قلوب مليانة. ومن يوميتها درج هالمثل على لسان الناس. إذا بتعرفوا قصص أمثال تانية إلها علاقة بالأكل أو برمضان لا تنسوا تخبرونا عنها. سلام.